لم تنقطع عاداتي الكتابية المجنونة، حيث لا أزال أكتب على جدران غرفتي أو قصاصات ورقية متناثرة هنا وهناك. ولو ربما فتحت اللابتوب وقمت بكتابة أسطر، ما ألبث إلا أن أحذفها. لا أخفيكم سرا بأنني أعشق الكتابة أكثر من عشقي لقناتي الخاصة في يوتيوب، وأهيم على وجهي في الشوارع باحثا عما يشغلني عن الإمساك بهاتفي والتدوين في الملاحظات لأتخلص من إدمان الكتابة، ولكنني أعترف أنني فشلت. ولأنني عاشق من نوع آخر، أعترف بأنني أعشق القيام بنزهات في عقول الآخرين، لا لشيء سوى أنني أهوى سبر أغوار النفس الإنسانية. وعلى ذكر الإنسانية، دعونا نتحدث اليوم عن مظاهرات الجامعات الأمريكية التي انطلقت من جامعة كولومبيا وانتشرت انتشار النار في الهشيم في بلاد العم سام. جهز فنجان قهوة أو شاي حسب رغبتك وخلينا نشوف اللي صاير. وإذا كانت زيارتك الأولى، إذا ما عليك أمر طبعا، لايك، مشاركة المحتوى مع من تحب، واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات. وإذا حاب تدعم أخوانك في غزة خصوصا وفي عموم فلسطين الحبيبة، فما عليك سوى زيارة صندوق وصف الفيديو في الأسفل، حيث تجد روابط هيئات ومنظمات حكومية موثوقة. وفي ميزان حسناتكم. لم تبدأ المظاهرات في الجامعات الأمريكية الأسابيع الأخيرة، بل كانت مستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، ولكن على فترات متفاوتة. بس الأربعاء الموافق 17 أبريل الحالي شهد تصعيد غير متوقع. ففي ذات اليوم الذي كان لرئيسة جامعة كولومبيا نعمات شفيق جلسة أمام لجنة بمجلس النواب لاستجوابها حول ما وصفوه بمعاداة السامية بالحرم الجامعي، وهو ما اتهمت به وبالإخفاق في حماية الطلاب اليهود، أعلن الطلبة عن إقامة مخيمهم للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والاعتصام في حرم الجامعة. ولم يمر على هذه الحادثة أسبوع حتى قررت شفيق أن تتخذ موقفا تجاه ما يجري، وقالت: لقد قررت أن المخيم والاضطرابات المرتبطة به تشكل خطرا على أداء الجامعة. وبعد تحذير الطلاب مرارا وتكرارا بضرورة المغادرة وتهديدهم في حالة رفضهم، اتصلت بشرطة نيويورك لإخراجهم من الحرم الجامعي. وبعد أن سمحت شفيق بإخلاء المخيم بالقوة، دخلت الشرطة الجامعة الخميس الماضي واعتقلت من حرمها نحو 100 طالب مؤيد لفلسطين، وهو ما وصفته صحيفة الطلبة في الجامعة بأنه مخالفة واضحة للمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها الحرية الأكاديمية. الشرارة بدأت بجامعة واحدة، وحتى ساعة تسجيل الحلقة هناك 40 جامعة انضمت للجامعة العريقة. ولكن لماذا هذه الجلبة على حراك طلابي ربما سينتهي بانتهاء الفصل الأكاديمي بعد شهر تقريبا من الآن؟ سؤال مهم. هات لك فنجان قهوة أو شاي آخر وخلينا أتفلسف عليك شوية. المطلع على قائمة الجامعات التي تشهد الاحتجاجات يدرك أنها جامعات النخبة، وأغلب خريجي تلك الجامعات يدخلون معترك الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من بلدان العالم. باختصار، قادة المستقبل القريب هم من يحتجون على الإبادة الجماعية التي تحدث حاليا في قطاع غزة، وهذا ما يقلق داعمي الكيان المحتل. لم يدر بخلد هؤلاء أن يقوم أبناء الطبقة المخملية الأرستقراطية بالثورة ضد الموروثات الرأسمالية، بل الأعجب أن من بين المحتجين هم يهود، وهنا مربط الفرس. في الوقت نفسه
تضع موجة الاحتجاجات الراهنة المزيد من الضغوطات السياسية على كاهل جو بايدن وإدارته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إليهم بدعم إسرائيل بشكل كبير بهدف كسب التأييد لحملته للحصول على فترة رئاسية ثانية في الانتخابات المنتظرة نهاية العام الجاري. ويعبر بعض الديمقراطيين عن خوفهم من ظهور المحتجين في الاجتماع العام لممثلي الحزب والمنتظر خلال أسابيع في ولاية شيكاغو، حيث سيعلن الحزب اسم مرشحه في الانتخابات الرئاسية، حيث طغت مظاهرات حرب فيتنام على مؤتمر عام 1968 في شيكاغو أيضا. وعلى فكرة نفس الاحتجاجات كانت في 68 أيضا في جامعة كولومبيا. ويستنتج محللون من موجة الاحتجاجات هذه أن فئة من الشباب الأمريكي غير راضية عن سياسة الرئيس جو بايدن المؤيدة بشكل مطلق لإسرائيل في حربها في غزة. وكانت شخصيات سياسية ليبرالية أمريكية قد عبرت عن استيائها من استخدام أموال الضرائب لتمويل إسرائيل، وطالبت بايدن برهن استمرار الدعم لحكومة بنيامين نتنياهو بوقف دائم لإطلاق النار في غزة. على فكرة كولومبيا 1968 كان عنوانا لإحدى المواد الاختيارية المتعلقة بالاحتجاجات على حرب فيتنام، والتي درسها بعض طلاب الجامعة قبل أن ينشئوا مخيمهم الاحتجاجي في حديقة جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، حيث يرى الطلاب مدى التشابه بين مضمون المادة ونشاطهم ضمن احتجاجات جامعة كولومبيا. أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا فرانك غوريدي، والذي يدرس المادة منذ عام 2017، ناقش مع 2 من طلابه الخميس الماضي أوجه التشابه بين الاحتجاجات على حرب فيتنام والاحتجاجات الحالية المؤيدة للفلسطينيين في ندوة بعنوان 1968 مواصلة القتال. وفي حين عقدت المناقشة بجوار المخيم المنصوب في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك، كان المشاركون يستمعون لدرس التاريخ وهم يفترشون الأرض العشبية أمام خيامهم بينما يتناولون وجبات مجانية خفيفة. دفع بعضهم إلى القول أنهم يطبقون ما تعلموه ودرسوه في الجامعة فيما يتعلق بمعارضة الحرب الإسرائيلية على غزة. أليس غريبا؟ لكن ما علاقة كل هذا بعنوان الفيديو؟ يا عزيزي، خوف أهل فلسطين من فقدان أرضهم نابع من حبهم لها. حب طلاب جامعة كولومبيا للحرية أوجد لديهم إحساس الخوف من فقدان تلك الحرية إن صمتوا عن تلك الانتهاكات اليومية الصارخة التي يعايشها ويعيشها أهل غزة على مرأة ومسمع من العالم بين قوسين المتحضر. لكي تفهم سأضرب لك مثلا في طفل صغير أهدي لعبة يعشقها، أو لباس يحبه في ليلة عيد تراه يحتفظ بها عند رأسه وهو في فراش نومه، بل يحتضنها لأنه يخاف أن يفقدها إن نام عنها. هؤلاء يحبون الحرية ويعشقونها، فلذلك يخافون أن يفقدونها. وانت تشرب قهوتك في فنجانك، تذكر انه عندما تغاروا عليك شريكة حياتك فلانها تحبك، والحب هو الخوف من الفقد، فلا تفرط في من تعشقك لانك ضائق صدرك من اهتمامها الزائد بك. طابت اوقاتكم.